Thank you.
اهتمام. يا سلام يا سلام، جيرت البيت بيت الأمين. يا سلام يا سلام، جيرت البيت الأمين. على زعمت ليلى لأني لا أحبها، على زعمت ليلى لأني لا أحبها، بلا وليال العشر والشفع والوتر، بلا والذي في الطور نادى عبده وأظلمت أيام فتحة والنهر. لقد فضلت ليلى على الناس مثل ما ألا ألف شهر فضلت ليلة القدر، وفلدت الأسنان لو أن ريقها يداوى بها الموتى لقاموا من القبر. تداويت عن ليلى بليلى عن الهوى، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر،
يا البدر حسنا والنساء كواكب وشتى ما بين الكواكب والبدر. اسمع ولا شوف
سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد؟ وهل تنمحوني شريف المكان؟ أنا عبدكم يا أهيل الوفا، وفي قربكم مرحمي وشفا، فلا تسكموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، ورحت روحي رجا قربكم، وعزبي وقصدي إليكم دوام. أموت ولا زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى، ولم أدن يوما مآما ضنا للظم المحيا وشرب الهدى. عسى الله يشفي غليل السدود بوصل الحبايب وفك الغيوب، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالقران.
يجعل العيل ما مبدد أنا بحق مين لو كفيفة بسر معنا المعية واهدنا رب بنا لما قال هديتا سادة العارفين أهلا مزيا فالسلوك بنا سبيلا رجالين سلكوا في الدقاء طريقا سويا واحفظ القلب بأي لما فيه الشاي طنوى النفس والهوى والدنيا واهدنا رب بنا لما كان هديتا سادة العارفين أهلا مزيا وينك وينك يا سلام وينك يا سلام يا للا الهوى والهوى لا صبحت ما له دواء البدن يبقى مساير للممات في الخضير ريتنا ضل وبات ايش بلقي بعد ما بئت الفؤاد واستلمت الحكم منك بالبعاد ايش غير الصبر دائم والثبات في الخضير اهريتنا ضل وبات منك بالبعاد ايش غير الصبر دائم والثبات في الحضير ريتنا خلي وبات
ونشتكي لا ترحمون، قربكم هو لي يحل المشكلات بالحضير ريتنا عذبونا توكم لا ترحمون، وان سمعتوا نشتكي لا ترحمون، قربكم هو لي يحل المشكلات بالحضير ريتنا. العيون الباقيات سر معنا كان مخفي في القلوب، ما قدرنا ننتم وجود هالذنوب، كيف تخفي في العيون الباقيات الحضير ريتنا. لا بقي كل من الآخر بعيد، اركضوا ولا تسألون كيف بات بالحضير ريتنا تخلي وبات. الوسائط والرسائل ما تفيد، لا بقي كل من الآخر بعيد، اركضوا ولا تسألون كيف بات بالحضير ريتنا تخلي وبات. Thank you.
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجولا على الأهوال جاهدا وشيمتك السماحة والسخاء إذا ما كنت نا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء خرك خيط الوتر وابو يا زين السمر العود متأنسين
فلما تلاقينا على سطح رمات وجدت بنان الحمرية أحمارا، فقلت خضب تلك بعد فراقنا، وقالت ما عاد الله ذلك ما جارا. ولكنني لما رأيتك رحيلا بكيت دما حتى بللت به الثارة، فمسحت بأطراف البنان مدامعي فصارت خطابا للأكف كما تارى.
ما جاك شي ضيعت وقت السنين الوعد الجراد وين الخور يا
ضيعتوني ومرجاني ومليت بالنفس والمغش اشتكاني حرمت علي يا غافر التنبيا لهوى لهوالي عطف وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلب الفرق المحب والأمر يلا تلتف إلهي حرمت علي يا غافر التنبيا لهوى لهوالي عطف وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلب الفرق المحب والأمر يا رفيع الله منيت يا قلبي
رجعوا كمنيت إليهم حرموا مجنان منيت يا قلبي الفرن المحيط والله مسكين مسكين منهم فارق أحبابا لهم تركهم ولا هم ذك ولو بابا رجعوا كمنيت إليهم حرموا مجنان منيت يا قلبي الفرن المحيط والله والعقل ضيوف في نار مرجونة من فارق الحزن لي شفته ولا شفنا منيت يا قلبي الفرق المحيط والله الهشمي قال نس النفس محنونة والعقل ضيوف في نار مرجونة من فارق الحزن لي شفته ولا شفنا حرمت علي يا غافر الذنب يا اللهو اللهوالي عذب وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلبي الفرق المحيط والله يا الله تلتف إلهي حرمت علي يا غافر الذنب يا اللهو اللهوالي عذب وسهل لعبدك يا رفيع الله منيت يا قلبي الفرق المحيط والله مسكين مسكين منهم فارق أحبابا لا هم تركهم ولا هم ذك ولو بابا رجعوا كمنيت إليهم حرموا مجنان منيت يا قلبي الفرق المحيط والله مسكين مسكين منهم فارق أحبابا لا هم تركهم ولا هم ذك ولو بابا رجعوا